على المستوى الوطني تحتضن مدينة القنيطرة الملتقى الدولي لبناء السلام والتنمية الاجتماعية، فضاء واسع للنقاش حول أهم الإشكاليات التي تواجه الشباب العالمي. ويشارك في هذه التظاهرة أزيد من 120 شابا وشابة من مختلف بلدان العالم، يتبادلون الخبرات والتجارب بهدف بلورة ميثاق لقيم السلام والتعايش والعدالة الاجتماعية. الحسين الحنشاوي. أزيد من 120 شاب وشابة من مختلف بلدان العالم يوحدهم نفس الاهتمام بدعم السلام والتنمية الاجتماعية. هنا الحوار والنقاش يتمحور حول أهم الإشكاليات التي تواجه الشباب العالمي في الوقت الراهن. علينا كمسؤولين العمل على دعم جميع مبادرة الشباب، العمل على إشراك الشباب في أخذ القرارات. منبهرون بتلك الطاقة والحماسة التي منحنا إياها الشباب خلال جلسة الافتتاح. الملتقى من شأنه أن يمنح للشباب المشارك فرصة تبادل الخبرات والتجارب، وأن يساهم في تعزيز قدراتهم القيادية والريادية في المجالات ذات الصلة بمحاور الملتقى. أتت فكرة بأنه جاءت فرصة سانحة لاستدعاء ما يفوق 32 دولة من مختلف العالم للترويج لصورة إيجابية والتي هي حقيقية على المغرب بلد الاستقرار والسلم. من خلال هذه التجربة قدرت الحمد لله رب العالمين أن أملك الفراغات والاستماع مع مختلف الجنسيات وتبادل الثقافات. أتمنى أن أحصل على المعلومات الكافية حول مجمل القضايا المطروحة للنقاش خلال الملتقى ونقلها إلى بلدي. تجربة جد هامة، وكل يوم نجتمع حول مجمل القضايا المرتبطة ببناء السلام والتنمية الاجتماعية. هذا الحدث المتواصلة فعالياته إلى غاية الفتح من غشت المقبل من شأنه كذلك أن يمكن المشاركين من المساهمة الفعالة في دعم السلام والتطور الإيجابي لمجتمعاتهم، كما سيتوج ببلورة ميثاق لقيم السلام والتعايش والعدالة الاجتماعية.